حضرة القاضي، نعم، أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك، أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة، عند الإعدام وقندرة أي عراقي، ما خاف من الإعدام ولا خاف من أبناء بالكون، فتعرفوني ما حاجة شرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليك. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل، وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية، إذا عندك أسئلة أو مداخلة طيني مجال، طيني مجال، طيني مجال، طيني مجال، لا تقاطعني عن نفسي، أنا دافع عنكم. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصله للقضاء على يده. سيادة القاضي يريدكم رماح وسيوف لوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين. سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، بالدستور الدولة، سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة؟ تحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك في الجلسة السابقة، مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد، طلبت أنه أحد يجي يشوف الغرف اللي مسجونين بيها الآن في الديمقراطية الأمريكية. كل أذى أصيب به عراقي أنا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه، مو خوفا لا منه ولا من أي بشر، أنا بس من الله خاف، وإنما هذا هو شعوري. فأي شيء أذى حصل على السادة اللي تحدثوا هو خطأ، واللي قام به طبقا للقانون لازم ياخذ حقه. لكن هذا حصل في دولة من بلدان العالم الثالث كما تقول أمريكا، وقبل 25 سنة. لكن ما الذي يحصل الآن؟ الآن 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 هل أحد ابتداء من صدام حسين إلى كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا؟ هذا من واجب المحكمة تتأكد منه حضرة القاضي، سواء الآن أو فيما بعد. هو سأل هل تعرضت إلى الضرب؟ فأنت إذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها للرئاسة. لا من فضلك، الوقت هذا من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. قاطعني واستمر بالكلام، ما سكته، لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضرب، وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا، أنه نعم ضربنا ومقبل الأمريكان، وعذبنا واحد. هذا الرجل من يقوم يقضب الحائط حتى ما يقع عليه نبا خامس البنادق على رقبته إلى أن سقطوا، ذاك سقطوا، هاي برزان سقطوا، يعني منه النوب، أبو نادية إلا طلعوا عظام رجلية، لم أمارس المحاماة.
أنا تعرفوني أحط النقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة، ولذلك لذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين، ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى وهو كذاب، كذاب رقم واحد بالعالم مكشوف، لأنه قال بالعراق كيمياوي وعلاقة مع الإرهاب، ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فأريد أقول أيضا صرح قال أنه اللي قاله صدام حسين مو صحيح. طيب أنا ثبتت هذا الإصابات اللي أصابتني أمام ثلاث مجموعات طبية أمريكية على التعاقب، طعن برئيسكم لخمسة وثلاثين عام. فإذا معناه أن العراقيين قبلوا شخص كذاب، والعراقيين ما يقبلون بالكذاب، ولذلك يرفضون الكذابين الآن. لكن صدام حسين في الديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم ساعته حرم عليه البسه، هاي مو ساعتي، الساعة اللي كانت بيدي ملصوها سرقوها من وقتها، ما في ساعة كانت وياها. بنتي حد بناتي اللي شردوا أهدت لأبوها ساعة، فهاي الساعة منعوها على صدام حسين البسها حتى بس تقارنون. والدشداشة اللي كانت عليها شقوها طوليا، حتى في نظرهم انهم يسيئون الى صدام حسين، يصغرون من شخصيته. شخصية صدام حسين ليس باللبس، هذا عار عليهم، اما صدام حسين فهذا يكبروا ما يصغروا، فقط حتى يسمع المتهم، مع انه مشتكي هو العفو المشتكي، ايه هي ترهم المشتكي والشاهد يسمع ليعمل مقارنه، مع اني انا لم اقتل بوش. زيادة القاضي هناك اكو فلسفه لدي يضحكون ويشتمون على حال خليك برزان خل القرود يضحكون، الأسد ما يهمه إذا قرد فوق شجرة يتبسم عليه، تمام، فاهدأ خل أخوك ما يدير بال فرد هذه الفقاعات. السيد أحدهم أظن سيد المهنة بالادعاء سمى حزبنا العظيم بالدموي، وصفه بالدموي، فالذي يوصف حزبي وأنا من سره قائده، أنا أعتز أني قائد الشعب، أنا لا يهمني أن يأتي في ريز حيشاك انت وحيش من هو يتناقض معه ان يجلس هنا ويحاكمني. طز علي قلت المصريين وعلى كيان الهزيل، او لو يجي بوش ويقعد هنا ويحاكمني ما يهمني، طز علي وعلى كرسيه وعلى ابوه الذي قبله طزين. This report includes graphic content. Viewer discretion is advised. The last moments of Saddam Hussein's life. Witnesses described the death chamber as loud, chaotic, filled with chatter and shouting. We now know that is true. We've seen a new video of the execution, one that's popping up on several internet sites. You're about to see it too. It was recorded by hand, clearly not with a professional camera. Probably a cell phone. We don't know who shot it,
who released it, or whether the Iraqi government approves. You'll see and hear Hussein's executioners taunting him, chanting support for Shiite cleric Muqtada al-Sadr, and a defiant Hussein, repeating their taunts sarcastically. Our translators provided the subtitles. We stop the video at the precise moment Saddam Hussein drops through a trap door beneath feet, and the rope around his neck tightens. There's a few more seconds of shouting and chanting, and then a close-up of Saddam Hussein's face. Carol Lynn, CNN.